بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية. طلاب مادة الجبر المجرد واحد، محاضرة جديدة في المادة. راح أبدأ بمراجعة لواحد من النظريات المهمة اللي درسناها المحاضرة الماضية، اللي هي Fundamental Theorem of Homomorphism، واللي راح أنزلها بالرمز FTH. النظرية كانت بتحكي لنا إنه إذا كان عندي phi من G إلى G برايم أي epimorphism، فإن G على الكيرنل لهذا الفاي يكون isomorphic لG برايم. هاي من النظريات المهمة واللي ممكن حتى نستخدمها في إثبات نظريات أخرى. واحدة من النظريات المرتبطة بالFTH واللي أنا حقيقة استخدمتها المحاضرة الماضية، لكن تبين لي انه انا ما كنت حقيقة ذاكرها او ما شرحتها، فالان بنرجع بنتحدث عنها. هي نظرية بسيطة بتحكي لي انه لأي positive integer n، الان كلنا بنعرف انه مضاعفات الزد يعني 2z 3z 4z الى اخره هي عبارة عن subgroups من زد، وهي normal subgroups لأنه طبعا زد هي أبيليا. الآن السؤال، لو جيت قسمت زد يعني حاولت أكون الكوشنت جروب من قسمة زد على إن زد مضاعفات الزد أيا كانت هذه المضاعفات، هاي النظرية بتحكي لي إنه زد على إن زد دائما بيكون isomorphic لزد إن. بدنا نثبتها وبعدين نستخدمها مرة أخرى في إيجاد الهوموموربيك إيميجز اللي بلشنا في المحاضرة الماضية. كيف نثبت إنه زد على إن زد isomorphic لزد إن؟ حقيقة في طريقتين للبرهان. هلا طريقة إنك أنت تعرف من زد على إن زد إلى زد إن مباشرة هوموموربيزم وتثبت انه isomorphism. هاي طريقة. وفي طريقة ثانية غالبا بتكون اسهل، انه انت تاخذ البسط فقط اللي هو زد وتعرف homomorphism منه من هالزد. لاحظوا هاي البرهان، اخذت زد وعرفت فاي من زد لزد ان، من زد لزد ان. هلا هذا انا ما بدعي انه isomorphism، لا، لكن تعالوا نشوف انه هذا المعرف بالشكل التالي، فاي الك يساوي equivalence class k. هذا حقيقة انا اخذته كواحد من الامثلة لما اخذنا موضوع الهوموموربيزم والإبيموربيزم. قدرت اعرف من زد لزد ان بهذا الشكل مابينج هذا الفاي. ممكن نرجع للمحاضرات السابقة اثبتت انه عبارة عن إبيموربيزم. هي صار عندي الجزء الأول من الـ FTH تحقق، قدرت ألاقي فاي من جروب لجروب أخرى epimorphism من Z لزد N. الآن تعالوا نحسب الكيرنل لهذا الفاي. شو الكيرنل؟ هو كل عناصر الدومين اللي في Z اللي صورتها الزيرو لزد N اللي هو equivalence class 0، يعني كل الـ K in Z بحيث الإكوفالنس كلاس K هو نفسه الإكوفالنس كلاس 0. هلا متى الإكوفالنس كلاس K يساوي الإكوفالنس كلاس 0؟ هذا ليس بالضرورة يعني إنه الـ K يساوي 0، وإنما يعني إنه الـ K هي مضاعفات الـ N، لأنه هو الزيرو أصلا في زد N هو مش فقط 0 الإكوفالنس كلاس 0، وإنما أيضا الإكوفالنس كلاس N و 2N و 3N، كل مضاعفات الـ N هي اللي شكلت لي الكيرنل. الآن بنستخدم الـ FTH. الـ FTH بتحكي لي إذا في epimorphism G على الكيرنل isomorphic لـ G برايم. هي قدرت ألاقي epimorphism، إذا Z على الكيرنل اللي هو NZ راح يكون isomorphic لـ ZN، وهيك بنكون أثبتنا هذه النظرية. ننتقل للشريحة الأخرى.
طبعا هاي الشريحة أنا في المثال الأول هذا قدمته المحاضرة الماضية، لكن دون حقيقة استخدام أو ما كنت مستخدم الخاصية اللي بتحكي لي إنه زد على إن زد هي آيسومورفيك لزد إن. فالآن يعني بنمر عليه بشكل سريع، أنا طالب مني الهوموورفيك إيميجز في المثال الأول ل زد، كل الهوموورفيك ايمجز لهاي الجروب زد اندر اديشن. طبعا طلعنا المحاضره الماضيه النورمال سب جروبس في زد، قلنا هي مضاعفات الزد الزيرو الزد نفسها 2 زد 3 زد 4 زد. وطبعا احنا الهوموورفيك ايمجز كيف بنوجدهم لاي جروب؟ بنقسم هاي الجروب على هالنورمال سب جروبس، فبطلع عندي زد على زيرو طلعت زد نفسها، زد على زد اللي هي فقط ايسومورفيك للزيرو انه فيها عنصر واحد. البقيه الان زد على 2 زد حسب النظريه السابقه هي نفسها زد 2، زد على 3 زد ايسومورفيك لزد 3 وهكذا. في عندي عدد لا نهائي حقيقه من الهوموورفيك ايمجز للجروب زد وبلس. الان نكمل مثال اخر، لو جيت سالت عن الهوموورفيك ايمجز للجروب زد 24 ايضا اندر اديشن. برضه حل نوجد كل النورمال سب جروبس لزد ال 24 تمام، او خلينا نحكي زد ال 12 عفوا زد ال 12، احنا بنتعامل مع زد ال 12. فبدي اوجد كل النورمال سب جروبس لزد ال 12. طبعا مين هم النورمال سب جروبس لزد ال 12؟ اخذناها طبعا في محاضرة سابقة وجبنا لكم عليها أسئلة في الامتحان. السب جروبس إجمالا من زد 12 أو حتى من أي زد إن هيك بيكون شكلهم. إحنا بنعرف مضاعف، عفوا بنعرف جنريتر لزد 12 اللي هو الواحد أندر أديشن. فأنت بتاخذ كل مضاعفات هذا الجنريتر وبتولد منه سب جروب، وهذا المضاعف اللي هو دي يجب ان يكون من قواسم ال 12. وبالتالي شو بيطلعوا النورمال سب جروبس لزد 12؟ اول شيء بتاخذ الدي تساوي 1، فبيطلع عندي الجنريت باي 1 اللي هو طبعا نفسه زد 12. مين كمان من قواسم ال 12؟ الاثنين، تاخذ الان 2 2 في 1 يعني 2، هاي كمان نورمال سب جروب ان زد 12. طبعا السب جروب الجنريتد باي 2 اللي هي مضاعفات ال 2 اللي هي 0 2 4 6 8 10. طبعا بوقف عند ال 10 لانه اللي بعديه ال 12 بيرجع ال 0 مره اخرى داخل زد 12. مضاعفات ايضا من قواسم ال 12 الثلاث، السب جروب جنريتد باي 3 مضاعفات الثلاث لغايه التسعه. ايضا قواسم ال 12 في عندنا الاربعه، مضاعفات الأربعة 0 4 8 وبعدين نرجع للزيرو، إذا هي كمان رابع سب جروب من زد 12. ناخذ الدي 6 فبيطلع عندي 0 6، وأخيرا الدي 12. طبعا 12 هون كأننا بنحكي عن 0 فبتكون آخر سب جروب هي 0 سب جروب. إذا في عندي 1 2 3 4 5 6 سب جروبس من زد 12، طبعا كلهم نورمال لانه زد 12 ابيليا. طيب وين الهوموورفيك ايمجز الان ل زد 12؟ بيكونوا هم عباره عن قسمه زد 12 على كل وحده من هذول السته، فبتكون زد 12 على نبدا من هاي على الزيرو. طبعا احنا دائما بنحكي لما نقسم اي جروب ناخذ الكوشنت على الزيرو سب جروب او خلينا نحكي الجروب اللي تحوي الايدنتيتي بيطلع الجروب نفسه تماما زي ما بتقسم اي عدد على واحد بيطلع العدد نفسه تمام. هلا في عندنا كمان زد 12 على الجنريتد باي 1، طبعا بما انها هي نفسها زد 12 جنريتد باي، معناته انا كاني بقسم زد 12 على زد 12 وهي دائما بتكون ايسومورفيك للايدنتيتي اللي هو زيرو. بعدين بنبدا الان زد 12 على 2، زد 12 على جنريتد باي 2. هلا ليش حكيت هون انها ايسومورفيك لزد
2، لأنه لاحظوا الـ generated by 2 كم عنصر فيها؟ 1 2 3 4 5 6، 6 عناصر. و زد 12 كم عنصر؟ 12 عنصر. 12 تقسيم 6 2، يعني الجروب هاي فيها عنصرين. طبعا ما فيش جروب في الدنيا فيها عنصرين إلا زد 2، هذا بنعرفه. أي جروب order 2 هي isomorphic لزد 2. طب تعالوا نشوف الآن زد 2 على الثلاث، هاي فيها 4 عناصر. زد 12 فيها 12 عنصر، 12 على 4 3، معناته هاي بتطلع isomorphic ل زد 3. اقسم على السب جروب generated by 4 او equivalence class 4، زد 12 على هاي السب جروب بتطلع isomorphic لزد 4، لانه فيها حقيقة 4 عناصر وهي cyclic، فبتكون هي نفسها زد 4. واخيرا زد 12 على السب جروب generated by 6، هاي طبعا فيها عنصرين، 12 على 2 6، فهاي بتطلع isomorphic ل زد 6. اذا مين هم الهوموورفيك ايمجز لزد 12؟ زد 12 نفسها، ال 0 زد 2 زد 3 زد 4 and زد 6. طبعا زي هذا السؤال ممكن تنسأل على اي جروب على الشكل زد ان. تمام، ننتقل لجروب دي 4، وهاي نون ابيليان. لاحظوا معي تختلف هاي عن السابقه، والسابقه هاي انه هاي نون ابيليان، وكمان هاي اندر مولتيبليكيشن، هذول كانوا اندر اديشن. طبعا دي 4 هيها كتبناها مرات كثيره، تكون من الايدنتيتي ار، ار تربيع، ار تكعيب، اس وار اس وار تربيع اس وار تكعيب اس، وبلغه البيرميتيشن زي ما احنا شايفينها. وهي حقيقه حتى اوجد الهوموورفيك ايمجز لهي الجروب بدي اطلع كل النورمال سب جروبس منها. هلا الايدنتيتي هو نورمال سب جروب، تمام، وايضا سميتها طبعا اتش 1 هون، H1 سميت الايدنتيتي هي اول نورمال سب جروب. وطبعا ايضا هناك نورمال سب جروب اخرى اللي هي نفسها D4 نفسها هي نورمال سب جروب. الان مين في نورمال سب جروبس داخل D4؟ هلا كل السب جروبس اللي الاوردر الها 4 بتكون نورمال. السبب لانه لو قسمت 8 عدد عناصر D4 على الاربعة بيطلع الجواب 2، واحنا اخذنا نظريه بنستخدمها دائما. اذا قسمت الجروب عدد عناصرها، عفوا قسمت عدد عناصر الجروب على عدد عناصر السب جروب كان يساوي 2، هاي السب جروب بتكون نورمال. لاحظوا هون انا مهتم في النورمال لانه الجروب مش ابيليان. هلا في الابيليان ما بهكي للهم لانه كل السب جروبس بيكونوا نورمال، لكن في النون ابيليان في اشي نورمال وإشي نوت نورمال. فهاي H2 اللي بتتكون من هالأربع عناصر الايدنتيتي وR وR تربيع وR تكعيب، هاي طبعا سايكليك مولدة من R، هاي نورمال. أيضا هاي كمان سب جروب أخرى تتكون من أربع عناصر الايدنتيتي مع 1 3 والعنصر 2 4 وحاصل ضربهم، هاي كمان نورمال كونها تتكون من أربع عناصر. H4 identity وهذا العنصر 1 2 مضروب في 3 4، 1 3 مضروب في 2 4، 1 4 مضروب في 2 3، كمان هاي سب جروب تتكون من اربع عناصر فهي ايضا نورمال. مين ضل عندي كمان نورمال سب جروب؟ H5 اللي هي طبعا تتكون من عنصرين. واحد بيقول لي بتتكون من عنصرين، هل بالضروره نورمال؟ لا، لانه الاندكس يعني لما تقسم 8 على 2 بيطلع الجواب 4. هلا لما يطلع الجواب مش 2 ما بنعرف، ممكن تكون نورمال ممكن لا. لكن ليش هاي تحديدا؟ مع انه في كثير، حقيقه انا عندي 5 سب جروبس في اوردر 2. طب اشمعنى هاي هي اللي فقط كانت النورمال؟ لانه اخذنا في محاضره سابقه انه هاي الاتش 5 اللي انا مسميها ما هي الا the center of D4، هاي اللي فيها العناصر اللي بتتبدل
مع كل عناصر دي 4، الايدنتيتي مع 1 3 2 4، والسنتر زي ما بنعرف دائما بيكون نورمال. اذا صار عندي عدد النورمال سب جروبس، عندنا H1 اللي هي الايدنتيتي، في عندي 3 من اوردر 4، وفي عندنا واحدة من اوردر 2 بالاضافة ل D4 نفسها، فعندنا العدد اصبح 6 هوموورفيك، 6 نورمال سب جروبس من D4، فالهوموورفيك ايمجز ل D4 راح يكونوا عبارة عن D4 على H1، D4 على H2، D4 على H3 وعلى H4 وعلى H5 بالإضافة ل D4 على نفسها اللي ممكن أسميها أنا H6، فبيطلع عندي كل الهوموورفيك إيمجز ل D4. ننتقل الآن لمجموعة كبيرة حقيقة من الإكسرسايزز على هذا الموضوع، موضوع الكوشنت جروب باي نورمال سب جروب. يعني الأسئلة أنا بعرضها، لكن اللي راح أحل راح أحل مجموعة محدودة منها. مثلا في السؤال الأول طبعا راح أستعرضهم بشكل عام. Find the order of the quotient group G على H. Write out the distinct element of G على H. يعني بحكي لي معطيني أنا G بهذا الشكل اللي هي طبعا هاي نعرفها الكواترين جروب. معطيني داخلها H اللي هي زائد وناقص واحد، هاي السنتر على فكرة، وبطلب مني عدد العناصر وشو هي الكوسيتس اللي بتتكون منها جي على اتش. اولا عدد العناصر يعني كثير سهل لما تحكي find the order، لانه بتقسم بما انها finite. عدد عناصر جي 8، عدد عناصر اتش 2، 8 على 2 4. الان عشان اوجد هذه العناصر ببدا اشكل كوسيتس، باخذ مثلا اتش نفسها، هي اول عنصر، اي زائد اتش هي عنصر اخر، J زائد H عنصر ثالث، و K زائد H عنصر رابع، فهاي هي العناصر الأربعة اللي بتشكل G على H. سؤال خمسة معطيني أو طالب نفس المطلوب بالنسبة ل G اللي بتساوي A4. A4 بالمناسبة هي فيها 12 عنصر، تتكون من الـ Even Permutations داخل S4. هلا داخل A4 ماخذ هاي السب جروب، وهو حاكي لي انها نورمال، هي نورمال فعلا. الان كم عدد عناصر A4 على H لما نعمل الكوشنت؟ 12 على 4 يساوي 3، فانا الكوشنت عندي G على H في هذا السؤال يتكون من 3 عناصر. ايضا بتاخذ H نفسها اول عنصر، بعدين بتاخذ عنصر هون زائد H بدك تحاول انت توجده، هي العنصر الثاني، وعنصر ثالث داخل A4 زائد H، او مش زائد هون طبعا، احنا بنحكي ضرب لانه الاوبريشن هون هي ضرب، فبيكون عندي العنصر الثالث. سؤال 8، في عندي G1 و G2 R groups، normal sub groups H1 و H2، H1 في G1، H2 في G2. الان حكي لي انه G1 على H1، G1 على H1 isomorphic ل G2 على H2، بده يعرف شو الـ possible orders of H1 and H2 under the following conditions. حكي لي هون. طيب الآن يعني معطيني شرط إنه الـ order للـ G1 تساوي 24 والـ order للـ G2 يساوي 18. هلا لاحظوا اوردر جي 1 عدد عناصرها 24، عدد عناصر جي 2 18، وجي 1 على اتش 1 ايسومورفيك لجي 2 اتش 2، هاي هي المعطيات. بحكي لي شو الاحتمالات الممكنه لعدد عناصر اتش 1 وعدد عناصر اتش 2 تحت هذا الشرط. طيب هلا احنا بدنا نستخدم في الحل لاجرانج ثيرم. لما يحكي لي انه اوردر جي 1 24 و اتش 1 هي سب جروب من جي 1، مظبوط؟ معناته شو احتمالات الاوردر ل اتش 1؟
لازم الاوردر ل H1 يقسم الاوردر ل G1، يعني يقسم ال 24. معناها احتمالات ال H1 الاوردر إلها قواسم ال 24 اللي هي 1 2 3 4 6 8 12 و24. نفس الشيء بالنسبة ل H2، ما هي ال H2 الاوردر إلها بيقسم الاوردر ل G2 اللي هو 18. شو احتمالاتها؟ 1 2 3 6 9 18. إذا عرفنا بداية شو هي الاحتمالات العامة ل H1 وشو هي الاحتمالات العامة ل H2، لكن الآن بدي أبدأ أخصص، يعني آخذ جزء من هذه الاحتمالات هو اللي ممكن يكون صح بالنسبة ل H1 وبالنسبة ل H2. تعالوا نشوف كيف بدنا نحدد شو احتمالات H1 واحتمالات H2 الدقيقة أو الصحيحة، اعتمادا على إنه جي على H1 isomorphic ل G2 على H2. هلا لاحظوا معي، لما تكون الاوردر ل H1 إلها هاي الاحتمالات، جي على H1 شو بتكون احتمالاتها؟ طبعا هي نفسها. ليش؟ لأنه إذا كان على سبيل المثال جي في 24 و H1 فيها عنصر 24 على 1، إذا في عندي 24 عنصر داخل جي على H1. لو جي طبعا جي ثابتة 24، لو كانت ال H1 فيها عنصرين القسمة كم بتكون؟ فيها 12. إذا فيها ثلاث عناصر H1 بيكون 8، وهكذا. إذا هاي هي كمان احتمالات جي على H1 اللي هي نفس احتمالات H1 كعدد عناصر. نفس الشيء، شو احتمالات الأوردر للكوشن جي على H2؟ هي نفس احتمالات H2، لأنه بدك تصير تقسم 18 مرة على 1، 18 على 2، 18 على 3، فبيطلع عندي هاي هي احتمالات الكوشن. الآن لما يحكي لي إنه جي على H1 isomorphic لا جي على H2، طبعا الايسومورفيزم يعني تساوي عدد العناصر في حالة الفاينايت، معناته عدد عناصر جي على H1 لازم يكون يساوي عدد عناصر جي على H2. طيب من هاي الاحتمالات للأوردر لجي على H1 وهاي الاحتمالات للأوردر لجي على H2 وين في تقاطعات، يعني في نفس الأوردر؟ لاحظوا معي، ممكن يكون جي على H1 يساوي 1 وجي على H2 يساوي 1 كأوردر. إذا أول احتمال هو انه يكون 1 الاوردر لجي على H1 يساوي الاوردر لجي على H2. وين في كمان تقاطعات؟ ممكن كلاهما يساوي 2، ممكن كلاهما يساوي 3، واخيرا كلاهما يساوي 6، لكن مستحيل يكون 9 لانه هون 9 فيش 9 هون، ال 18 ما في 18 هون، ال 24 هي احتمال لجي على H1 بس ما في احتمال هون لجي على H2. كذلك الأمر بالنسبة لل 12 وال 8. إذا بقي أمامي أربع احتمالات لجي على H1 كأوردر والأوردر لجي على H2 اللي هي 1 و2 و3 و6. تعالوا الآن نشوف شو هي الـ possible order of H1 and H2. أولاً حتى يكون الاوردر للكوشنت 1 شو لازم يكون الاوردر ل H1؟ متى بيكون الاوردر لجي على H1 يساوي 1؟ اذا عدد عناصر H1 هي نفسها G1، عدد عناصر G1 يعني عدد عناصر H1 يساوي 24. وهون متى كمان جي 2 على H2 بيكون الاوردر له يساوي 1؟ لما يكون عدد عناصر H2 هو نفسه عدد عناصر G2 يعني يساوي 18. إذا أول احتمال إنه يكون الـ H1 فيها 24 عنصر والـ H2 يساوي 18 عنصر، يعني بمعنى آخر كأنه بيحكي لي الـ H1 هي نفسها G1 والـ H2 هي نفسها G2. الاحتمال الثاني، متى ممكن يكون هذا الكوشنت عدد عناصر 2 وهذا كمان عدد عناصر 2؟ هلا هذا بيكون عدد عناصر 2 اذا كان H1
لاحظوا جي 1 24، 24 على كم بيساوي 2 12، معناته احتمال ان الاوردر ل H1 يساوي 12 وهذا متى بعطيني 2؟ اذا كان الاوردر ل H2 يساوي 9 لانه 18 على 9 ايضا يساوي 2. هلا متى بحصل على الاوردر 3؟ اذا كان H1 يساوي 8 كاوردر والاوردر ل H2 يساوي 6، واخيرا بحصل على الاوردر 6 اذا كان الاوردر ل H1 4 والاوردر ل H2 يساوي 3. اذا هاي هي الاحتمالات الاربعه للاوردر ل H1 و H2. ننتقل لسؤال اخر. Find all homomorphic images of the octic group. هذا حليناه من شوي. طبعا D4. 10. Find all homomorphic images of A4. كيف نحله؟ بدنا نوجد كل النورمال سب جروبس داخل A4، بعدين نبدا نقسم A4 عليها. اشتغلوه. Find all homomorphic images of the quaternion group. نفس الشيء Q8. احنا اوجدنا كل النورمال سب جروبس من Q8. بدنا نبدا نقسم الان Q8 على هالنورمال سب جروبس، فبيطلعوا عندي كل الهوموورفيك ايمجز. سؤال 20 حلوه. 21 كمان جربوا حلوه. 22 بحكي لي اذا اتش نورمال داخل جي، طبعا بقدر اشكل جي على اتش. هلا جي على اتش بتكون ابيليان اف اند اونلي اف هذا المقدار اللي هو او هذا الاليمنت A انفرس B انفرس AB ينتمي ل H for all A و B in G. طبعا هذا يبرهن باتجاهين، افرض انه G على H ابيليان، حاول تثبت هاي وبعدين افرض هاي واثبت العكس. سؤال 24 Let G be a cyclic group. Prove that for every normal subgroup H of G انه ال G على H كمان بيكون cyclic. يعني بكل بساطة الكوشنت للسايكليك سايكليك، هذا اللي بدنا نكتبه. الكوشنت للسايكليك بيكون سايكليك. البرهان سهل الى حد ما. لنفرض انه جي سايكليك جنريتد باي ذا اليمنت A، وخذ اتش اي نورمال داخل جي. هلا انا بدي اثبت انه جي على اتش، جي على اتش سايكليك، معناته بدي الاقي مولد لجي على اتش. انا بدعي وي كليم ذات انه بقدر اولد الجي على اتش من الكوست اي اتش. يعني اذا جي بتتولد من الاي، جي على اتش بتتولد من الكوست اي اتش. تعالوا نثبت صحة هذا الادعاء. بدي اخذ عنصر داخل جي على اتش واثبت اني بقدر اكتبه على شكل باور للكوست اي اتش. شوف العنصر اللي اخذته داخل جي على اتش، سميته اكس اتش كوست. طبعا لما تاخذ اكس اتش في جي على اتش، الاكس هاي وين بتكون موجوده؟ في جي، والجي بالفرض مولد من ايه؟ سايكليك. اذا الاكس بقدر اكتبه على شكل باور لايه، يعني ايه قوه ان فور سم انتجر ان. هلا ارجع شكل اكس اتش، صار اكس اتش حط محل الاكس ايه قوه ان، صارت ايه قوه ان في اتش. هلا هاي A قوة N في اتش اذا بدي ارجعها لاصلها، هي نفسها A H مرفوع للقوة N. وطبعا هيك انا قدرت اكتب هذا العنصر كباور ل A H، اذا هو ينتمي للسايكليك سب جروب جنريتد باي A H. معناته G على H هي سبست من السب جروب جنريتد باي H. طبعا العكس اكيد صحيح، يعني كليرلي اي اتش السب جروب المولده منها سبست من جي على اتش، لانه اصلا الاي داخل جي، فطبيعي هذا صحيح دائما. معناته حصلنا على المساواه اللي هي انه جي على اتش يساوي ذا سب جروب جنريتد باي، او هي عباره عن الجروب جنريتد باي ذا كوست اي اتش، وبالتالي جي على اتش از سايكل. سؤال 25 prove or disprove that if a group G has a cyclic quotient group
G على H then G must be cyclic. مرة ثانية يا نثبت يا نوجد counter example إنه إذا عندي group G cyclic أو عفوا إذا ال group G إلها cyclic quotient group G على H ال G لازم تكون cyclic. يعني بدي أغششكم الجواب هلا مثل شوي لما أخذنا D4 D4 ليست cyclic لكن لو جيت قسمت D4 على السب جروب اللي فيها أربع عناصر يعني هي نورمال كم عنصر بيكون لما تحكي D4 على سب جروب فيها أربع عناصر بيكون عنصرين طب الجروب اللي فيها عنصرين هاي cyclic معناته D4 على سبيل المثال على السب جروب H كوشنت السب جروب H اللي فيها أربع عناصر هي cyclic ولكن D4 نفسها ليست cyclic فهذا السؤال 25 disprove يعني مش صحيح وهي counter example طبعا تقدر تلاقوا examples أخرى سؤال 26 prove or disprove that if a group G has an abelian quotient group G على H then G must be abelian يعني كأنه بيسألني إذا الكوشنت أبيليان هل بالضرورة البسط يكون أبيليان؟ نفس الإجابة ل 25 هي الآن disprove وبدي أوجد example هي أخذت هاي السب جروب داخل D4 اللي فيها أربع عناصر طبعا D4 لا تنسوا هي not أبيليان لكن لو جينا قسمنا D4 على H هذا ثمان عناصر هذا أربع عناصر بيطلع عندي القسمة فيها عنصرين هذول هم العنصرين اللي بيشكلوا لي دي 4 على H H نفسها 1 2 3 4 في H طبعا هاي كونها فيها عنصرين هاي isomorphic لZ2 وبالتالي هي abelian تمام لكن دي 4 زي ما بنعرف هي ليست abelian سؤال 28 بحكي لي assume that phi is an epimorphism from G to G prime Prove that if K is a normal subgroup of G prime, then phi inverse K is a normal subgroup of G. حقيقة أنا برهن سؤال مشابه بس بدون كلمة normal. إنه إذا كان K subgroup من G prime, phi inverse K هي subgroup من G. فيعني معظم البرهان تم إنجازه سابقا. ضل شرط النورمال. شرط النورمال حتى نثبت انه فاي انفرس ال كي نورمال بدنا ناخذ عنصر في فاي انفرس ال كي وعنصر داخل جي ونشكل جي اتش جي انفرس او اي اتش اي انفرس ونثبت انه هذا موجود داخل فاي انفرس ال كي فبنتركه لكم كمان تحلوه وبدي احل انا سؤال 30 هذا بيعتمد على السنتر للجي بي جروب with center Z of G مسميه C ممكن أنا أظني مستخدم رمز Z of G center بدي يعني أثبت إنه إذا قسمة الجروب على السنتر cyclic عندها G is abelian إذا بتقسم جروب على سنترها طبعا السنتر دائما normal إذا الناتج بيكون cyclic إجباري لجروب G بتكون abelian تعالوا نشوف كيف نبرهنها بدي أفرض إنه G على السنتر هينا فرضت G على السنتر cyclic مدام cyclic يعني بيتولد من عنصر ما داخل G على ZG هلا شو شكل عناصر G على ZG cosets يعني ممكن ألاقي cosset A في Z الG يولد لي هاي الجروب هاي فرضت هذا الفرض إنه G على ZG مولد من الكوست A في Z الG الآن شو بدي أثبت إنه الG أبيليان فبروح باخذ عنصرين داخل G وبدنا نثبت إنه XY يساوي Y تعالوا نشوف كيف بدنا نثبت إنه XY يساوي Y هلا خليني أستخدم إنه XZG هلا أنا أخذت XY XZG هذا يساوي طبعا هذا عنصر داخل G على ZG مظبوط
وجي على زد جي بتتولد من هذا الكوست، يعني اكس زد جي بقدر اكتبه على شكل باور من هذا العنصر، يعني هيني كتبته A قوة N في زد الجي. نفس الشيء خذ الواي مع زد جي، هيك شكلت كوست هون، معناته هو باور ل A زد الجي، ممكن اكتبه A to the power M في زد الجي، طبعا for some integer N و M. الآن هذا بيعني انه الـ X لو اخذته لحاله ممكن اكتبه على شكل A قوة N في عنصر ما داخل السنتر سميه H1. اذا هيني كتب X يساوي A قوة N في H1. الـ Y واحد بيقول لي هاي مش Y لحالها، Y مضروب في زد الجي، طيب اعتبرها Y في الـ Identity، ما هو الـ Identity موجود في زد الجي، اذا Y في الـ Identity بقدر اكتبه، يعني Y بقدر اكتبه على شكل A قوة M في عنصر كمان موجود في السنتر سميه H2. اذا H1 و H2 في السنتر. هلا اضرب XY، لما اضرب XY كأني بضرب هذا العنصر A قوة M في H1 في هذا العنصر A قوة M في H2. كونه H1 في السنتر بقدر ابدل، بجيب A قوة M على اليسار و H1 على اليمين، فصار عندي بهذا الشكل. طيب A قوة N في A قوة M كلنا بنعرف انه بنجمع الاسس، فبصير A قوة N زائد M. ال H1 H2 خليها زي ما هي. هون استخدم انه لاحظوا هلا N زائد M بقدر اكتبها M زائد M، وال H1 H2 تركتها زي ما هي، فصارت A قوة M زائد N في H1 H2، السبب انه M زائد M هي نفسها N زائد M. الآن كونه H1 و H2 في السنتر بقدر أكتبهم H2 في H1، بدل H1 H2 بقدر أكتب H2 في H1، وطبعا هون هاي بقدر أفرطهم A قوة M في A قوة M. ضل آخر شيء استخدم إنه ال H2 موجود في السنتر أيضا، فبقدر أبده مع A قوة N، فبيجي ال A قوة N هون، H2 بيجي مع الـ A قوة M، فبتصير A قوة M H2 A قوة N H1. هذا هو عبارة عن Y وهذا هو عبارة عن X، فXY يساوي YX، وهيك نكون أثبتنا إنه الجروب G is abelian. حقيقة هذا سؤال 30 أنا ممكن أستخدمه يعني كنظرية، يعني ممكن أستخدمه في حل مسائل أخرى. المحاضرة القادمة إن شاء الله بنبدأ بشابتر جديد ومرجع جديد راح أذكره إن شاء الله على الموقع. يعطيكم ألف عافية.